رحل ريان وترك وراءه رسائل انسانيه عده ريان was finally recovered Le petit ryan est enfin extrait du tunnel Ryan kurtarılamadı maalesef الحمد <سؤال> لله صوم الحمد هاكا عندي امل لي من تما حي يرزق باقي عندي امل في الله كبير الاول من فبراير 22 و 2000 كان يوم ثلاثاء في قريه اغران باقليم شفشاون شمال المملكه اختفى طفل يدعى ريان على غفله من والديه لم يكن يتجاوز ربيعه الخامس شرع والده رفقه بعض الجيران في البحث عنه دون جدوى فجاه استدركوا احتمال سقوط الطفل في بئر مجاور بعمق 62 مترا هرعوا للاتصال بفرق الانقاذ التي تأكدت من وجود ريان داخل البئر عندها بدأ السيناريو المؤلم في بئر البؤس تطوع شبان لاخراج الطفل، لكن ضيق الحفره حال دون ذلك، لم يكن يتعدى قطرها 45 سنتيمترا، تضيق ويضيق معها التنفس كلما نزلوا للقاع. انزلت فرق الانقاذ كاميرا لرؤيه وضع الطفل، عندها تبين انه على عمق 32 مترا وما يزال على قيد الحياه. <applause> الطفل ريان يتحرك الكاميرا الخاصة هذه المشاهد الحصنية. لم تنجح محاولات مد الطفل بالماء والطعام لإبقائه على قيد الحياة ريثما تصل فرق الإنقاذ إليه اعتمدت فرق الإنقاذ آلية الحفر الجانبي للوصول إلى نقطة موازية لمكان وجود ريان وحفر ممر نحوه بعد ذلك نظرا لطبيعة التربة غير الثابتة ووسط مخاوف من انهيارها على الطفل عقب إنهاء الجرافات حفر منحدر بعمق 32 مترا بالموازاة مع البئر، بدأ مختصون محليون بالحفر اليدوي لمنفذ افقي صوب الطفل العالق. كان بينهم العم علي الصحراوي الذي قاد اعقد مراحل الانقاذ. بعد 100 ساعة من سقوط الطفل شخصت القلوب قبل الابصار على مدخل النفق. تمكنت الفرق من الوصول الى ريان وخضع لتدخل طبي عاجل. انذاك عم اجواء بهجه لم تدم طويلا فسرعان ما اعلن عن وفاه الطفل أدمى خبر وفاته قلوب العالم ومست ماساته افئده الملايين وهو الذي جاء ليذكر الناس بمشتركهم الانساني ثم غادر ذكرنا بضعفنا واحيا الضمائر ريان لم يرحل